قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرتم آخرهن من حيث آخرهن الله، هذا خاص بالعبادات أو في كل شأن، في كل موقف يعني يوجد رجال ونساء، هذا وارد في الصلاة ويشمل أيضا غيره من باب أولى. في مصاعد الأمائر مثلا، في مواقف الانتظار مثلا، في مقاعد الانتظار دائما يعني السنة أن تكون صفوف النساء في الآخر، يعمم هذا الحكم دائما. نعم، تنعزل السنة أن تنعزل النساء عن الرجال، وإذا ركبت في المصعد فإنها تنعزل عن الرجل الأجنبي، يعني تبتعد عنه. نعم. وأيضا لا تركب هي وإياه وحدهما، لا بد أن يكون في المصعد من تزول به الخلوة وتبتعد عن الرجال، تكون في جانب من المصعد. نعم.